برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. هذا المؤتمر مهم جدا، لأن دولة الإمارات اليوم أصبحت منصة عالمية في قطاعات مختلفة، خصوصا قطاعات الاستدامة، قطاعات الطاقة الحديثة، قطاعات الصناعات المتخصصة. ودور المؤتمر هذا أو الكونغرس هذا في أن يعقد في الإمارات، أنا أعتقد مهم جدا في إبراز الصورة المتزنة والصورة الشفافة للإعلام اللي يعني نحن نسعى له في دولة الإمارات. نهنئ سمو الشيخ منصور على رعايته الكريمة لهذا الحدث، لأن هذا حدث مهم، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله، وكلنا شركاء مع الإعلام. دولة الإمارات كذلك متميزة في مجال الإعلام بوجود منصات عالمية للإعلام في دولة الإمارات. فالكونغرس العالمي للإعلام وجوده وانعقاده في دولة الإمارات يعكس المكانة المتميزة لقطاع الإعلام في الدولة، بالإضافة إلى باقي القطاعات التي تشهد كذلك نمواً مضطرداً في دولة الإمارات.